مناجات of أمير المؤمنين عليه السلام, the whispered prayers of Imam Ali عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع ماله ولا بنه إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وهو جائز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغني. وأسألك الأمان يوم يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي
أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي يا مولاي، أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ مولاي يا مولاي، أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ مولاي يا مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ مولاي يا مولاي، أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ مولاي يا مولاي، أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق؟ مولاي يا أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد؟ مولاي يا مولاي، أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي؟ مولاي يا مولاي، أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي يا مولاي، أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي؟ مولاي يا مولاي، وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن؟ مولاي يا مولاي، أنت السلطان وأنا الممتحن، وهل يرحم الممتحن إلا السلطان؟ مولاي يا مولاي، أنت الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا الدليل؟ مولاي يا مولاي، أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم المذنب إلا الغفور؟ مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرحم المغلوب إلا الغالب؟ مولاي يا مولاي، أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحم المربوب إلا الرب؟ مولاي يا مولاي، أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر؟ مولاي يا مولاي، ارحمني برحمتك، وارضى عني بجودك وكرمك وفضلك، يا ذا الجود والإحسان والطول والطول والامتنان.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات الحاضرين والجامعين نهدي لهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.